بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. دعاء واحد يدخلك الجنة بسلام. الحقيقة قد يعجب أحدكم كيف يمكن لدعاء أن يكون سببا في دخول إنسان الجنة. استمعوا معي أيها الأحبة إلى هذا الحديث الشريف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. الحقيقة أيها الأحبة حديث عجيب، يعني أنا حيرني حقيقة. أن تتوضأ وتسبغ الوضوء، يعني تغسل أعضاءك جيدا وبهدوء وبتأمل وتدبر، وأنت تتوضأ تتخيل أن ذنوبك تتساقط مع آخر قطرة من الماء، تتخيل أن الله في هذه اللحظة طهرك من الذنوب وغفر لك ببركة هذا الوضوء. لذلك الوضوء أيها الأحبة سلاح قوي جدا ضد الشيطان، ضد الأحزان، ضد القلق والاكتئاب. يعني حتى علماء النفس اليوم أيها الأحبة يقولون عندما تشعر بالإجهاد أو بالاكتئاب، إذا قمت بتمرير الماء على أجزاء من جسدك وأجزاء من جسدك، وبخاصة الأجزاء المكشوفة مثل الوجه، الكفين، اليدين وحتى الرجلين، تشعر بهدوء وبسكينة وباطمئنان بسبب تنشيط الدورة الدموية، لأن إمرار الماء على الجلد ينشط الدورة الدموية أيها الأحبة. فكيف إذا كنت تعتقد أن ذنوبك تتساقط وتهرب منك مع هروب الماء، مع تبخر الماء من هذا الجلد بعد أن تتوضأ، ثم بعد ذلك تشهد من قلبك أنه لا إله إلا الله؟ والشهادة أحبتي في الله ليست مجرد كلمة نقولها. هناك ملحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولكن في قلبه لا يؤمن بالله. هناك إنسان منافق يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولكنه حقيقة يكره عباد الله ويكره الخير. إذن عندما تقول هذه الكلمة صادقا من قلبك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد أنه لا إله في الكون إلا الله، لا متصرف إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هناك إله يراك، هناك إله يسمعك، هناك إله يحفظك، ينقذك، يحميك. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فأنت يجب أن تتخيل أن هناك قوة عليا تتحكم في الكون هي قوة الله تبارك وتعالى. يجب أن تتخيل أن الله عز وجل أقوى من أي مخلوق، فلا يستطيع أحد أن يضرك إلا بإذن الله، لا أحد يتصرف في الكون إلا الله. يعني كلمة أشهد أن لا إله إلا الله كلمة ثقيلة جدا، معاني لا تنتهي معانيها أيها الأحبة. عندما تقول أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أنت أنزلت النبي عليه الصلاة والسلام أشرف منزلة أنزلها الله إياها. انظروا إلى النصارى، عبدوا بشرا واتخذوا بشرا إلها من دون الله، اعتبروه إله يسجدون له ويقدسونه، وهو بريء منهم طبعا، هو لم يطلب منهم ذلك. المبالغة تؤدي إلى هذا المصير. لذلك نحن نعترف ونشهد أن محمدا هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد لله ورسوله. ما معنى
ورسول، رسول من عند الله. ما معنى رسوله؟ ما معنى رسول الله؟ يجب أن تعترف أن كل كلمة نطق بها هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم هي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل أمر أمرنا به هذا النبي هو من عند الله، يجب أن نلتزم به قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندما حدثنا هذا النبي الكريم عن عذاب القبر يجب أن نقتنع به، لا نكابر. لم يمت منا أحد ويرجع ليروي لنا أنه لا عذاب في القبر، فلذلك لا داعي لإنكار سنة النبي وأقوال النبي، ما الفائدة؟ ولا شيء، ولن تحقق شيئا إذا أنكرت سنة هذا الحبيب. عندما كان هذا النبي الكريم يأمرنا بترك النظر إلى النساء، النظرة إلى النساء اعتبرها النبي طبعا بشهوة للمرأة التي لا تحل له، اعتبرها سهم من سهام إبليس مسموم. من تركها مخافة الله عز وجل أبدله الله نورا يجد حلاوته في قلبه. فإذا عندما أمرك هذا النبي أن لا تنظر إلى ما حرم الله يجب أن تستجيب، لأنه رسول الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، وكأن الله هو الذي يأمرك. يعني كلمة عبد الله ورسوله تعني أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا الرسالة كاملة غير منقوصة، وأن أوامره ونواهيه هي من عند الله، ليست من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم. فالأدعية التي كان يدعو بها أيضا هي وحي من الله، ولكن جرت على لسانه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي قرأناه هذا يجب أن نصدقه، يجب أن نقتنع بذلك. هذا يدعونا أيها الأحبة أن نكثر من الوضوء. يجب ألا تدع نفسك بدون وضوء، وبخاصة اليوم الماء متوفر في كل مكان. فالوضوء أخي الحبيب يحبه الله، الوضوء هو سبب في دخولك الجنة. عندما تشهد أن لا إله إلا الله وتكثر من هذه الشهادة ولا تترك نفسك على غير وضوء أبدا، وبخاصة قبل النوم وبعد الاستيقاظ، هذان الوقتان مهمان جدا. فإذا ما اتبعت هذه التعاليم ثق تماما أن الله سيقول لك يوم القيامة: ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. للجنة ثمانية أبواب، وهناك باب مخصص للصائمين اسمه الريان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندخل من الأبواب الثمانية. وأبواب الجنة مفتحة أحبتي في الله، ليست مغلقة مثل أبواب النار. أبواب النار مؤصدة عليهم، عليهم نار مؤصدة. تقول أوصدت الباب، أي أغلقته بإحكام جيدا. فهذه أبواب النار مغلقة مؤصدة عليهم بقوة، لا يرون فيها شيء، ظلام، فهي سوداء مظلمة وهم فيها لا يسمعون. بينما الله تعالى يقول عن الجنة: مفتحة لهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. أبواب الجنة مفتوحة وتنتظر وتتلهف لاستقبال المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. وضروري جدا أخي الحبيب أن تتوضأ. إذا كنت تسمعني الآن ولست متوضئا، قم، لن تأخذ أكثر من دقيقتين معك العملية. توضأ ثم قل هذه الشهادة: اشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وتخيل أنك إن شاء الله ستدخل من أبواب الجنة الثمانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.